جات تعب المواطن، هي جات تعبه، والمواطن دائما يقع بالغلط ويروح وينتخبه. هذه شباب المنتف، هذه شباب الثورة، هذه الشباب ملت من السلمية. لن تبقى هذه التظاهرات سلمية، لن تبقى إذا بقيت مطالبهم. هذه الشباب مساندة لإخوانهم بالجنوب، وخاصة أهل البصرة المظلومين وأهل الناصرية. أهل البصرة مظلومين من أبسط الخدمات، من الماء، من الكهرباء، من التعيين. البصرة اللي هي خيرات العراق كلها تذهب إلى الشمال وهم محرومون. التزوير، الانتخابات إعادة الفرز بنسبة معينة لا تعني شيء، الجزء إلى الكل لا يعني شيء. مهما كانوا إذا تفرز 5% وتقارنها لو تكون نسبة التزوير في هذه الانتخابات في هذه الصناديق 5% 100% لا تعني شيء، فهي ذرة ماد على العيون لا تعني شيء. هذه الإعادة مرفوضة. الشعب قاطع هذه الحكومة ولن تنال شرعيتها ولن تصل 20%، ولكن التحريف والتزوير من أحسن. هذه الشباب بدون خدمات وبدون تعيين، والخدمات وقسم من الرعاية الاجتماعية وقسم من والخصخصة وكلها هذه، واليوم المرجعية حملت جميع الكتل والأحزاب الفاسدة من 2003 لحد الآن تحكم، تتحملون كل المسؤولية وكل هذه. شوف هذه المحافظة إذا كانت الأحزاب، إذا كانت هذه الأحزاب هي متسلطة على الاستثمار لن تقوم لنا قائمة. الاستثمار تؤخذ من عند نسبة، لن تكون هناك استثمار ولن تكون هناك مشاريع، لأن كلها وحتى الأحزاب كلها ليست دينية، أحزاب حرامية، أحزاب مال هذا ظالمة، وستكون لنا موقف من جميع هذه الأحزاب. وهذه الشباب ستكون لنا وقفات أمام مقراتها سلمية إلى أن نعم اعتصام سلمي حتى إلى ونضامن شعب البصرة وشعب السماوة وشعب النجف وكربلاء وكل الناس المنتفضين في هذا الشعب. الناس شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآل محمد. يعني بالنسبة للعراق، يعني بالنسبة للعراق اعتبرناه شلون الدار معروضة للبيع، وين العقار مالته، عقاراته مجلس النواب. يعني احنا باعتبار الشعب هو ودولته وهذه السلعه انباعت، يعني اجوا مناك لا غيره لا كذا. خلصنا من زمن صدام، يعني قلنا راح نوصل الى مرحله احسن اوجه، يعني تتغير الامور، هواي الامور، الناس تعبت وضعيتها انتهت، لازم يكون تغيير. يعني طلعوا بعد جماعه اضبط من صدام حسين، بعد يعني باعونا يعني من هالفتش لهالفتش ما افتهمنا شنو ان شاء الله. لا غيره لا كذا لا حميه.
زين هسه بالنسبه للرواتب هسه مو هم طالب هواي، اكو ناس يعني من كثر العصبيه تروح من عندهم. هسه بالنسبه انت رواتبكم يعني شنو رئيس الدوله ورئيس الوزراء كل واحد 65 مليون، من تريد تجمع 65 مليون يعني 65 عائله، لا اذا راتب شرطي او موظف بالصحه مليون يعني 65 مليون راتب عائله كل فرد ياخذ من عندهم. ليش؟ روح شوفوا باليابان يعني يطلع تقريبا 7 ملايين او 5 ملايين عراقي. ليش؟ ليش يعني ما اكو غيره طفح الكيل ولعبه رواحتنا وتعبنا. فهاي ان شاء الله المظاهرات مو مثل قبل سلميه وتنتهي وتتفركش. هاي المظاهرات راح تبدي ان شاء الله من البصره من الشمال للجنوب ان شاء الله. ثوره قادمه مو مظاهره. ماكو تامل من الحكومه، ان شاء الله ننزحها. مبدا الامام الحسين من استشهد سلام الله عليه وسب السيده زينب وذبحوا اخوانه قدامه مو عبثا، ولا علمنا على مود نطبخ ثم نقيم وناكل، ولا حتى نمشي بالطريق الحسين، لاني ما رايت الحسين. علمنا نكون صاحبين مبدا، صاحبين مبدا والاصلاح فيهم مجد محمد، واحنا نريد نجدد هاي البيعه ونريد نعيد ثوره العشرين. طريق ماشيين به، يا اما منتصرين يا اما ميتين، يا اما انتصار يا اما موت، وراح تبدي هي ان شاء الله اسوء. واحنا بالنسبه للديوانيه طلعنا بفئه قليله، الناشد عشائرنا لان بهم حميه وناس وراهم هوايه، والنعم منهم هم ثوره العشرين. ليش هناك هسه باقي الناشد المحافظات صار لهم 150 سنه، باقي المحافظات، باقي المحافظات ليش بالنجف يقولون احنا ثوره العشرين سماوه والنجف؟ هم بالعكس كانوا تابعين سماوه، قضاء الديوانيه تابع والنجف، وكانوا كلهم يسموه لواء الديوانيه، الديوانيه وابطال بالحشد. وان شاء الله نريد احنا من المرجعيه مثل ما طلع حشد داعش تعطينا هم تعطينا فتوى على مود نخلص من ذولا ماكو الاحزاب ذولا الفاسدين الفاشلين ذولا هم داعش وهم اللي طبوا داعش. احنا نريد هم نصير عليهم حشد ونقضى عليهم، هي حكومة ولازم يكون تبديل داعشيه والسلام. ماكو 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 شيء ماكو لا لا لا, لا مو شيء حكي، هذا تنظيم وراء ناس قياديين وفي الترتيب حلو، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوصل بنتيجه كبيره حيل ان شاء الله. ليش؟ لان ما طول مظلومين، مثل ابو عبد الله طلع مظلوم، ما طول طلع مظلوم نصره رب العالمين فئه قليله. الحمد لله هسه احنا فئه كثيره وهم فئه قليله. ان شاء الله رب العالمين ومحمد وعلي بيت محمد يناصرون عديل حمود. بالنسبه لعديل حمود ذكرني، بالنسبه لعديل حمود خلنا عرض العديل حمود هاي وزيره الصحه يعني انت هو الفقير عماله بطاله، هو الفقير راح يروح للمستشفى يعني هو لو عنده كان راح للطبيب على الخاص على 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 حساب الخاص. ليش يروح؟ زين انت من هذا الطب صدقي ويطب كذا هيك بعد يعني ما اعرف يعني جاي نخلون بالشعب والنوبه هاي الجديده مال الائتمان الوطني. احنا المظاهرات صارت ودخلت الناس المنطقه الخضراء، شنو الحل اللي صار؟ كل حل ما صار واي تغيير ما صار. احنا هسه نطالب عصيان مدني ويشيلون هاي الاحزاب كلها ما ريتها بالسلطه. وجه رساله للمرجعيه الشيخ احمد الكربلاء، يدري شاب عراقي من محافظه الديوانيه، هاي محافظتي، شوف ربع دينار ما عندي، لا شغل لا تعيين، ابسط شيء هذا مجمع الخيول اللي سووه، رحنا على متعين الا حزب الفضيله وكلهم ماسطات وكلهم عينهم. عم احنا شعب يا شعب اصحى، كافي تعبد المخلوق وتترك الخالق، كافي اصحى ثوروا وشكرا. السلام عليكم. ارداعوف مناشده الحكومه والوزراء والخضراء والمرجعيه والدنيا كلها اعوف مناشدتها، اريد اناشد الشعب العراقي الشاب العراقي، يا شاب رجاء وصلت حدها، يا شاب كافي ثور اطلع وصلت حدها، ورجاء رجاء لا تخلون اي واحد اي كائن من يكون لابس عمامه لابس عقال مهما يكون لابس قاط ورباط، لا تخلوه يصعد منبر ويلقى عليكم كلمه ويقشمركم بحشايتين ويطببكم ويطلعكم. رجاء لا اصلاح، كلهم كذابين، لا يمه ولا قرباه، حايرين بس بجيوبهم. يا شعب كافي كافي نوم، كافي أصحى. كافي اصحى اصحى، هذا عقلك شغله يا شعب، يا شاب خاصه الشباب، اروح لكم فدوه، كافي اصحى. السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أهل الديوانية مع الأسف بس دولة ولد الديوانية الحقيقيين هاي جاي يشوفهم. شيوخ عشائر ما حكت. كانوا يصيحون مرجعية المرجعية خد تحكي. اليوم المرجعية أيدتكم. أنت تعبد الله ما تعبد مخلوق. زين لو لا كافي أصحوا لا تعين لا خدمات لا مجاري لا حصة تموينية لا شغل بطالة ماجستير قاعد دكتورة قاعد. اي تعيين ماكو كله دفتر وفوق الله يتعين كلها من تمية الاحزاب. هاي شوفهم هنا ما يحس بالفقير قاعدين بحي الجامعه. هاي حي الجامعه اللي صيحون كلها اعضاء مجلس نواب. روح شوفه وشوف الطين بالشتاء ما حد يقدر يطلع ويتحرك وبالصيف تراب وعجاجه وتقول له قاعدين بالصحراء مو بمنطقه حضاريه ب 2018. احنا هذول شباب الديوانيه قاعدين على طاله بطاله لا شغل ولا مشغله. البصره احسن من عندنا بألف مره. شوفهم ثاروا ضد الظالم. يلا ثوروا شعب الديوانيه كلهم ذولا بسياراتهم ذولا يوم هنا قاعدين على طاله بطاله يجدون يجدي قاعد بالمسطر. لو ينتمي الارهاب لو ينتمي سوالف كسره لو يشرب لو شنو اللي ترجوه من العالم شنو اللي ترجوه. هاي الناس شفك تصحى ما اعرف ماكو اي تامل. صارخ 15 سنه قل لي شنو سووه هذول. المحافظه معروف فلان راح يصير محافظ لفلان حزب فلان حزب راح يصير نائب. مقسمة هي كلها مقسمة ماكو أي تغيير يصير. مثل ما أقول لك ماكو أي تغيير دامو ثورة درجات وظيفية تجي ماكو أي شيء أي تغيير ماكو. مستشفيات والصحة خزي فشلة والله فشلة هيك يعني. ب 2018 بلد العراق هذا البصرة الحقل الواحد ينتج 3 مليون وأكثر برميل نفط باليوم. هذه يا قاعد هيك بهالخرابة هاي مع الأسف والله مع الأسف. اناشد العبادي شلون يصعد الاسعار يسوي المستشفى بفلوس. اناشد العبادي شلون يسوي خصخصه مال كهرباء. خصخصه على نفسك يا خصخصه يا ابو سبلت مال حمام. طب في سبلت مال حمام مالتك انت يا العبادي. العلم ما عتها مبرده تقعد عليها ما عتها كهرباء تقعد عليها يا خوانا يا حراميه. انت كهرباء ماكو حصه النفط ولكم باقيها. سويت تقشف وين التقشف ولكم ضميتوا المليارات مكتوها من اهم مداكم والله ينتقم منكم. باقاه ظلمونا ظلموا هذا الشعب المظلوم. ولك يا العباد لو صدق انت تقول قدها لا بس والله مو قدها. لو قدها ورئيس وزراء وتخاف على شعبك لا والله شاجب حق المواطن العراقي. مو اجي مواطن عراقي سوى عليه ضرائب. مو العالم راتبه 200 و300 الف وعقد واجر يوم وصار له 7 سنوات 8 سنوات ما ثبته الطرده. هذا صاحب عائله هذا صاحب جهال. انت تطلعه الطرده من الوظيفه مالته ليش؟ تقشف تقطع رواتب العالم. تعيينات ماكو خريجين قاعده لا شغل لا عمل. تسوي المستشفيات بفلوس ولك العالم مرضى ما عتها والله تبا واحد شت لو بجيب مليون اروح اوزع الناس الفقراء اعطيهم اياها بالمستشفى. ما عتها العالم دوا ماكو. تروح الدور تفتلع الكهرباء تسوي لها خصخصه المن ولك خصخصه المن ولكم مكتونه والحسين دمرتونه شلعت الله يلعن موتاكم ولعن امهاتكم يا خوان يا ساقطين يا حراميه دمرتونه يا ابو سبلت مال حمام. طب في سبلت مال حمام مالتك يا حمام. انت وزير كيزر وزير كهرباء يا خوانا الله ينتقم من عندكم يا عار. اتمنى من عديل حمود تهتم بالمهن الصحيه. خريجين محل طبي نشتغل عماله ونص طلاب قاعدين بطاله. اللي اتمناه احنا خريج مهن صحيه تعيننا مضمون يكون ان شاء الله 100%. السلام عليكم اخواننا اهالي الديوانيه النايمين بالبيوت يا اللي مشغلين جزء مولدات عندكم خطوط كافوا طلعوا. مو انتم اذا نايمين بمكان زين اكو ناس نايمه بالزباله. شويه حسوا بالناس. الله فوق الله فوق شاهد على كل شيء. انتم من نايمين يعني اهل البصره والناصريه والعماره والكوت والسماوه احسن من عندنا ليش؟ ليش احنا مزلم؟ ليش ما يطلعون يجون اللي هنا جاينا 500 واحد؟ وين هالزلم وين نايم الزلم؟ بس وقت الحشد والفلوس وقت الفلوس الشيوخ والانتخابات تلقاهم كلهم هديهم بالدهن وعزايم وطليان. بس وقت التغيير ولا جريذة شفنا هنا من الشيوخ. وينهم الشيوخ الديوانية؟ الديوانية ليش سموها الديوانية؟ غريهم الشيوخ والشعراء وينهم؟ وينهم بس بالبقول كل تارسين بطونهم؟ هاي الناس ملت جزعت. إلا حد هنا إذا ما سووا تغيير والله نسد المحافظة ونحرق شكو بيبان بيها. اللي هنا والحاضر يبلغ الغايب. الأحد بالتسعة الصبح كلها هنا الديوانية كلها هنا والله. نحرق المحافظة عليهم إذا ما يسوون شيء. كافي احنا شباب. على
على شنو خايفين؟ الله انطر روحه هو ياخذه، ما تصحون شعب المن نايم، المن من تريده ياخذ حقك؟ تنعم بالبيت وياخذ حقك؟ ياكلون صار لهم ملايين هاي ياكلوها كلك، لا خلوا فلوس لا اصقام لا طام، كنت ان الفقر شهادات معلقيها بالبيت، تداوم سنين وتالي يقول لك روح ماكو وظيفه، جاب ابن خالك وظفه، ابن عمك وظفه، المن نايم قوم اصحوا كافي والله ملينا، اجى عمامه خطب عليك بالدين اخذ مالاته وطفر، المن بعد من المن؟ من اللي ياخذ حقكم تردونه؟ من اللي يجيكم؟ الله بعد قالكم كافي، مرجعيه قالت لكم وطلعوا، المجرب لا يجرب ورجعتوهم نفسهم، المن بعد ما تقولوا ليش تردون من عندنا؟ ملينا والله ملينا، الفقر كتنا، لا كهرباء لا ماي لا وشغل لا اسقام، المن قاعدين؟ المن عايشين بهالبلد هذا؟ المن هذا البلد المن؟ الهم لو انه؟ المن؟ بس اريد اعرف لا يمين من الصبح لليل، لو يطلع كاتل بالعماله يشتغل وقابل الحمد لله والشكر، ليش الحمد لله والشكر؟ ما عندك خير، ما عندك نفوط، ما عندك زراعه، ما عندك بعد مليان بلد مليان خيرات نايم المن؟ اصحوا كافي، اصحوا كافي زلم، انتم لو نسوان انتم لو شنو؟ لبس الشيلات اذا انتم نسوان، لا تقولون احنا الزلم، الشوارب للزلم، هاي اهل البصره ترى مو احسن من عندنا بشي، زلموا طلعوا ياخذون حقهم عاشوا سنين وفقر. لا نفط عدهم وعايشين بفقر وخيسة، احنا ايش عندنا شنو ناقصين شنو رجيل ايد؟ انتم همزين مصحوا كافه طلعوا يعني شيوخ العشائر، شيوخ العشائر من يجي مسؤول يفتح شيوخ العشائر يتحملون المسؤوليه، مو وقت الفصل لم عمامك لم خوالك وترسوها ترس، من توصل للشعب الوادي معاش على الزبايل، الله وكيلك على الزبايل عاش زين، لا كهرباء لا ماي لا خدمات لا شوارع، اخر شيء اخر شيء زلمني راحت بسبايكر وبداعش، اخر شيء طاح ابو البلوعات وماتوا، شريكه ما يقدرون يحاسبوها عمي، شريكه ناس ماتت بالبلوعات، وين صايره هاي عمي وين صايره؟ الله وكيل ما صايره زين، شري من عنده العبادي خليه يوفر لنا كهرباء وجبه ماي وخلي يبوق براحته او جماعته، خلي يبوق براحته، طحينه ما صفر طنيها بالعيد أخذها بالوجبة قصار من حصتنا أخذها. الناشد العباد هو وشلته تعبانة، نقول لهم إحنا سويت الميزانية على سعر النفط 46 هسه 78 و80 هاي الفلوس والضرائب 5 ملايين برميل يوم يبيعون وزين، وهذا هاي البنزين خانات وهذا النفط بالداخل وهالفلوس هاي رسومات هواية زين، هاي الفلوس وين تروح؟ هاي شباب عاطلة خلصت مدارس اللي مهندسين اللي شهادات عندهم عالية كلهم قاعدين، ليش هاي شباب مواهب ليش ما يستغلها؟ والله هاي المواهب المفروض يشغلوها، هسه نايمة للظهر لو يكنيك لو قاعد بالكوفة كل شيء ما عنده خطيه، وين يروح؟ ليش ما يشغلوها يستغلوها؟ ليش احنا شباب قاعده؟ ليش احنا نستورد الماء ونستورد اللبن ونستورد الطحينه وبلد زراعي بلد صناعي كلها جمدتوها؟ ليش احنا نستورد لنا باذنجانات من ايران لو بوتيتايات من السعوديه؟ بلد زراعي بلد صناعي، هاي الفوسفات اللي انتهت، الزئبق بالعراق، النفط بالعراق، ماي ماكو، ليش ماي ماكو يا اخي؟ السياسيين من اول واحد الى اخر واحد بيهم كلهم شله سرسريه وبالحاويات باكر وعلى بالحاويات نشيلهم من ذبهم، ذول الشله السرسريه والله اكبر حسبي الله ونعم الوكيل. باختصار كل الكتل والسياسات الحاكمة العراقية هي أحزاب فاسدة، أحزاب مدمرة وعلى رأسهم المفوضية هي أساساً باطلة، كل الأحزاب الحكمة واللي حاكمة واللي دخلت مجلس البرلمان يعني حتى النزيه ما يقدر يشتغل، وسط شلة من الفاسدين ما يقدر يسوي شيء، إذا ما ينحل مجلس البرلمان وتنحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي أساساً باطلة ومسيسة وبداخلها ناس منتمية الأحزاب، ما يصير شارة لهالبلد هذا، لا تفيده لا تظاهرات ولا تجمعات ولا حشود ولا أي شيء، إذا ما تحل أولاً البرلمان، ثانياً مفوضية، والثالثة نسوي تعديل للدستور، لأن الدستور بهواي فقرات هي الصالحهم، لحد الآن يعني تخلص هاي الدورة مال البرلمان تجيها دورة ثانية، يبقون الدورة الأولى يستلمون رواتب تقاعدية وهي مبالغ هائلة وكل هاي من ميزانية الشعب وما يبقى شيء للمواطن. شكرا جزيلا لك ممنون.
إن شاء الله في محافظة الديوانية يوم الأحد سوف تعاد ثورة العشرين على هؤلاء الفاسدين الذي دمرونا يا أخي دمرونا والله شاردون من عندنا المجالس الحسينية خد تسمع ذولا الحسينيين صايرين مو بس بعاشور يصحون حيات منا ذلة يا ذلة يا أخويا عشنا بعد أزد من عاد ذلة لا ماي لا والله متنا والله متنا اطلع يا أخويا اطلع سالت هاي الناس شنو ذنب عوال شهداء دمرت دمرت والله دمرت عايشين عيشون والله دمار والله دمار يا أخي متنا والله متنا يا أخي يا خدمات يا خدمات ها الخدمات وين الخدمات وين موجودة من حد ما الخدمات أنا طالب جامعي ما معيش عيشي بأجواء يا معود دمرنا والله دمرنا دمار تنعاد والله عاشوف هاي بس صور هاي عوار شهداء دمرت حي الصدو الثاني والله عطت شو آلاف الشهداء ام من عدمن من الخدمات من عدمن من الخدمات. بسم الله الرحمن الرحيم اختصر لك اياها بخمس كلمات. ليس هناك احزاب في العراق انما عصابات تسلطت على رقاب العراقيين جاءوا من الخارج ينفذون أجندات خارجية وهم عملاء بامتياز وسوف تكون التظاهرات في الأسابيع القادمة هي عبارة عن ثورة 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 حتى تحقيق المطالب. شكرا جزيلا. من محافظة الديوانية مظاهرات ماكو بعد المظاهرات توقفت أكو ثورة لأن مظاهرات طلعنا مناشدات ناشدنا ماكو ما حد سمعنا أكو ثورة أهالي الديوانية راح يطلعون أثناء الدوام يوم الأحد لإيقاف وشل حركة المحافظة. ناس غرقت بالديوانية بالمنهولات ناس ماتت بالمرض الحمى النزفية بسبب الإهمال البيئي خدمات ماكو شباب الديوانية عاطلين عن العمل الخريجين ذولا أساتذة الدولة تخلت عنهم. أكو ثورة بعد المظاهرات انتهت توقفت الثورة خصخصة ماكو أكو ثورة. بس أقول لكم شيء واحد لا تمشون وراء واحد معمم كافة الله انطاكم عقل انتم ليش محتاج واحد يسيرك إلا تأخذ حقك يعني انت تقبل تعيش بالذل يعني لو واحد يقول لك اطلع أخذ حقك من المعمايم كافة الله انطاك عقل المن إذا ما تمشي بعقلك تظل حيوان انت عشان السامع. لا تمشي لورا واحد لا دين ولا هاي اخذ حقك انت عراقي حقك من هو باقول حرامية لا تحتاج لواحد يوقف لك دين لو معقل لو اي واحد كلهم حرامية كلها ورا مصلحتهم وكان معمم وكان معقل ما حد يريد مصلحة هالبلد هذا الفرهد البلد وراح وانتهى.